مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. خلال يوم أمس والليلة الفارطة سجلنا نزول أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الغربية، حيث تراوحت الكميات بين 1.9 ملم بولاية بنزرت، ولاية باجة بين 1.7 بين 1.11 ملم بولاية جندوبة، ولاية الكهف بين 1.4 ملم، 2 بتالة من ولاية القسرين، 1 بقفصة، 3 بتوزر و1 بقبلي. هذا اليوم تميز الطقس بضباب محلي في بداية الصباح، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات، والحرارة القصوى تراوحت بين 12 و16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 16 و20 درجة ببقية الجهات، سجلنا 18 بتونس. هذه الليلة أمطار متفرقة بالشمال وبجهة الساحل وبعض السحب ببقية المناطق، والحرارة ستتراوح بين 2 و6 درجات بالمناطق الغربية وبين 6 و10 درجات ببقية الجهات. يوم الغد إن شاء الله يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالشمال والسواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية المناطق، والحرارة القصوى تكون في حدود 15 ببنزرت، 16 بتونس بارت، 17 بخليبيا ونابل، 15 بزغوان، باجة 14 درجة، 15 بتبرقة، جندوبة 14، 13 بالكيف كذلك بسليانة، 9 درجات بتالة، 14 درجة بالقسرين، القيروان الحرارة القصوى 18 درجة، 17 بسوسة والمنستير مع أمطار متفرقة، 18 بالمهدية، سيدي بوزيد الحرارة القصوى بحدود 17 درجة كذلك بصفاقس، 18 بقرقنة، 18 بجربة مع أمطار مدنين، 18 17 بجابس، قفصة الحرارة القصوى 15 كذلك بقبلي، 16 بتوزر، تتوين الحرارة القصوى 17 مع أمطار متفرقة، رمادة 17 و15 درجة بالبرمة وبرج الخضرة. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس، تهب الريح شمالية غربية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب. بالنسبة إلى خارج الحمامات وجهة الساحل، ريح شمالية شمالية شرقية من 20 إلى 25 عقدة، تتقلص تدريجيا من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب. على خليج جابس تهب الريح شمالية غربية شمالية شرقية من 20 إلى 25 عقدة مؤقتا 30، البحر مضطرب. التوقعات الجوية بالنسبة إلى بعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط، سحب قليلة 33 درجة، أغادير طقس قليلة سحب 24، أمطار منتظرة بمراكش 20 درجة، 19 بدار البيضاء والرباط مع سحب قليلة، تلمسان تقصى من 17 درجة، الجزائر العاصمة سحب قليلة 18، أمطار منتظرة بعنابة 16 درجة، طرابلس 17، أمطار بمصر 19 كذلك ببنغازي، إسكندرية تقصى من 22 درجة، سحب عابرة بالقاهرة 24، المدينة المنورة تقصى فن 31، مكة 32 درجة، الرياض سحب عابرة 29 درجة، بعض السحب بأبوظبي 27، الكويت طقس قليلة سحب 25 درجة، أمطار منتظرة ببغداد 17، القدس الشريف سحب كثيفة مع أمطار 22 درجة كذلك ببيروت، أنقرة بعض السحب 4 درجات، أمطار منتظرة بأثينا 10 درجات، بالنسبة إلى نابولي تقصى فن 14 درجة، سحب عابرة بباليرمو 16 درجة، ميلانو تقصى فن 10 درجات، تساقط الثلوج بلوكسمبورغ درجتين، بروكسل سحب كثيفة مع أمطار 7 درجات، تقصافاً بباريس 8 درجات، سحب عابرة بلون 8 درجات، تقصافاً ببوردو 14 كذلك فالنسيا مدريد، وسحب عابرة بمالقة 18 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله، الخميس 5 ديسمبر 2013 سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وسحب عابرة لبقية المناطق، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كم في الساعة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كم في الساعة داخل البلاد، البحر مضطرب، والحرارة القصوى تتراوح بين 12 و16 درجة بالمناطق الغربية وبين 14 و18 درجة ببقية الجهات. يوم الجمعة 6 ديسمبر 2013 بعض الأمطار بالسواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية المناطق، البحر مضطرب فشد الاضطراب بالشمال والحرارة في استقرار. شروق الشمس للغد سيكون في الساعة 7 صباحا و15 دقيقة، والغروب سيكون في الساعة 5 مساء و4 دقائق. أوقات الصلاة يوم الغد الأربعاء 4 ديسمبر 2013 الصبح بداية من الساعة 5 صباحا و43 دقيقة، الظهر منتصف النهار و16 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 2 بعد الزوال و45 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة 5 مساء و6 دقائق، وصلاة العشاء في الساعة 6 مساء و36 دقيقة. لمزيد من الإرشادات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة على رقم 85012. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على خير.